نبدأ من فرنسا، حيث استنكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الهجوم الذي استهدف اليوم الأكراد في باريس. وكشفت السلطات الفرنسية أن المسلح الذي أطلق النار داخل مركز ثقافي كردي وصالون للحلاقة وسط العاصمة هو رجل يبلغ من العمر 70 عاما واتهم سابقا بجريمة عنف عنصري. وقال وزير الخارجية الفرنسي جيرار دارمانان إن منفذ الهجوم مواطن فرنسي، والمعلومات الأولية تفيد بأن دوافع الاعتداء هي استهداف الأجانب، مضيفا أن لدى المعتدي سوابق في مهاجمة الأجانب لكن ليس معروفا عنه أي ارتباطات بتنظيمات اليمين المتطرف. وأسفر الاعتداء عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح آخرين، وقالت السلطات إن حصيلة الضحايا غير نهائية. ومتابعة لهذا الموضوع معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس المحلل السياسي مجيد بودن. أستاذ أهلا بك. في البداية، كانت دوافع هذا الاعتداء مجهولة، لكن وزير الداخلية الفرنسي أفاد بأن مطلق النار استهدف بوضوح أجانب، ما معنى هذا الأمر؟ يعني أن هناك سبب لهذا الهجوم وليست مسألة عفوية، لذا السابق الإضمار موجود وهو مكون من مكونات الجريمة، وكذلك أن الفكر الإقصائي ضد المهاجرين هو في ارتفاع، لا يشمل كل المجتمع الفرنسي ولكن يشمل فئة، والفئة هذه يمكن أن تتحرك منها عناصر، وهذا ما حدث. ولذلك يجب الوقاية أولا ثقافيا في هذا الموضوع، ثم طبعا بعد المعالجة القضائية التي تتم بسرعة الآن، والعدالة وقفت موقف سريع جدا وألقي القبض عليه من طرف قوى الأمن. وبالتالي يجب التفكير في موضوع هذا الشخص مثلا وأمثاله الذين عرفوا بهذه الميولات، ولكن وقع إطلاق سراحهم مرة أخرى لم يقع متابعتهم. ولذا مسألة التأهيل في هذا الموضوع ترجع إلى تطفو على السطح لكي يقع التعامل مع ذلك بشكل جدي، لأنها فاجعة لا يمكن أن تتكرر عدة مرات، وهذا فيه شيء من ضرورة مراجعة كل هذه الليونة التي الموجودة الآن، لأن المواطن العادي لما يكون مارا بالطريق وتستهدفه عملية من هذا النوع يحس بنفسه غير آمن، وهذا الإحساس لا يمكن أن يتواصل. طيب، منفذ اعتداء شارع الأكراد في العاصمة الفرنسية هو متهم بجريمة عنف عنصري العام الماضي، وهجم حينها خيم تأوي مهاجرين في باريس وتم الإفراج عنه بعد سنة، أي تم إطلاق سراحه قبل أيام وقام بهذا الاعتداء. هذا هو الموضوع، أن هذا الشخص عرف عن هذه النزعة في معاداة المهاجرين، ولم يكن هناك بعد الحكم عليه وبعد إطلاق سراحه لم تكن هناك متابعة لتأهيله مرة أخرى ليدخل المجتمع بشكل مرضي، أي بشكل خالي من هذه النزعة، ولكن لم يقع ذلك، وهذا تقصير، ويجب العمل على أن تكون هناك عملية تأهيل أكثر جدية لكي لا تحدث هذه الأمور مرة أخرى، لأن هؤلاء الناس هم أبرياء والآن هم يعني ماتوا، وهذه شيء يتحمل المجتمع مسؤوليته، والدولة عليها أن تقوم بتأهيل جدي ومتابعة هؤلاء حتى بعد خروجه من السجن، والقانون يسمح بذلك. المسألة هي كيف يمكن تطبيق ذلك، ويجب تطبيق ذلك بشكل جدي حتى يبقى المتسكنين مهما كانت جنسياتهم ومهما كان وجودهم أن يكونون في مأمن. طيب، من باريس المحلل السياسي مجيد بودن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.